طبعا تحية لكم أصدقائي. اليوم 1/7/2021، طبعا هذا اليوم من الأيام العظيمة بالنسبة للرجال الجيش العربي السوري. هون تحضير كبير من قبل رجال الجيش العربي السوري لمهمة عظيمة، طبعا في معركة كبيرة سيخوضها رجال الجيش العربي السوري. أتمنى لكل منكم كل الدعاء بالنصر المؤزر كما سبق، ونريده أيضا لاحقا النصر العظيم والعودة السريعة والآمنة لهؤلاء الأبطال. طبعا هنا رجال الجيش العربي السوري يسطرون دائما أروع الملاحم. تحية لكم أيها الأبطال، وتحية لكم أنتم الحاضنة الشعبية لهؤلاء الرجال. كل التحية لكم من هنا من ريف إدلب.